المركز الثقافي المغربي في نواكشوط أمسية ثقافية احتفاء بالعيد الدولي للمرأة، وقد نوه مدير المركز الثقافي المغربي سيد سعيد الجوهري بالعناية الخاصة التي توليها بلادنا للمرأة لإنصافها والرفع من مستوى مشاركتها في الحياة العلمية. وقد تضمن المعرض لوحة فنية لمجموعة من النساء الموريتانيات والمغربيات أبرزت موضوعات متعددة لها علاقة بواقع المرأة بصفة عامة. وتم خلال الأمسية تكريم مجموعة من النساء الموريتانيات والمغربيات الرائدات في أعمالهن المهنية، واطلع المشاركون في هذه الأمسية على محتويات معرض للفنون الشكلية النسوية، تم افتتاحه بمقر المركز. حضرت تظاهرة والي نواكشوط الجنوبية وحاكم مقاطعة الميناء وسعادة السفير المغربي في بلادنا.